السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا عاشر. اليوم سوف نتابع قصيدة بان الخليط. قلنا في الحصة السابقة عن تعبير الشاعر عن حبه للديار المحبوبة. في البيت الأول: بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل أقرانا. هنا ابتعدت المحبوبة عنه، ولو كان الأمر بيده لن يدعها ترحل، فهو لا يقوى على بعدها، فلو أخذ برأي الشاعر ما تركها ترحل، فبهذا الرحيل انقطع حبل الوصل بينهم. وفي البيت الثاني: حي المنازل، هنا يطلب الشاعر من نفسه إلقاء التحية على ديار المحبوبة. في البيت الثالث: لو تعلمين الذي نلقى ويتي لنا، هنا يخاطب الشاعر كانت محبوبته قائلا: أنك لو تعلمين مدى الحزن والعذاب الذي ألقاه من الحب ولهيبه، ما تركه فراقك عني ما تركه فراقك عني أو تسمعينني، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحميك من أي شيء أشفقت لحالي. في البيت الرابع: كصاحب الموج، هنا يصور الشاعر حاله أثناء الدعاء بحالة الربان الذي توشك سفينته أن تغرق. في البيت الخامس يقول: ألست أحسن من يمشي على قدم، يا أملح الناس، كل الناس إنسانا، ألست. هنا بدأ الشاعر البيت ألست بأسلوب استفهام. هنا يرى الشاعر في هذا البيت أن محبوبته كانت أجمل خلق الله تعالى. في البيت السادس: لقد كتمت الهوى حتى تهيمني، لا أستطيع لهذا الحب كتمانا. هنا كتمت أي أنني أخفيت، تهيمني أي بمعناها أي اشتد شوقي، أي اشتد شوقي. هنا لا يستطيع الشاعر كتمان حبه أكثر، لأن شوقه للقاء المحبوبة كان يزداد. في البيت السابع يقول: أبدل الليل لا تسري كواكبه، أمطال حتى حسبت النجم حيرانا. هنا الليل مفردها جمعها ليال، لا تسري كواكبه، هنا دلالة على طول الليل، كواكبه مفرد كوكب. هنا الشاعر يتساءل: إذا كان ثمة لقاء مع محبوبته التي طال انتظارها، ولكن هيهات فالزمن لا يتحرك، والليل لا تسري كواكبه، حتى أنه ظن بأن النجوم أصبحت حائرة لا تدري إلى أين تتجه. في البيت الثامن يقول: إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا. هنا حور معناها اشتداد بياض العين وسوادها واستدارة حدقتها. هنا حور مفرد للمفرد المذكر هي أحور، أما للمؤنث جمعها حوراء. قتلننا ويحيينا هنا طباق. في البيت الثامن يقول هنا أنه يصف الشاعر عيون محبوبته بأنها حوراء وهي تقتل من شدة جمالها، وتلك العيون تسيطر على الإنسان ذي العقل على الرغم من كونها أصغر خلق الله. في البيت التاسع يقول: يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. هنا اللب أي معناها العقل، حتى لا حراك به
أركان هنا معناها أعضاء، أعضاء مفردها ركن، أعضاء ومفردها ركن. هنا يقول الشاعر أن العيون تقتل صاحب اللب الحكيم على صاحب العقل السليم، بالرغم من صغرهن وضعفهن. وهنا كناية عن شدة تأثير العيون على الإنسان. في هذا البيت في البيت الثامن: إن العيون التي في طرفها حور. هنا شبه الشاعر عيون محبوبته بالسيف الذي قتلنا، هنا بالسيف الذي يقتل من ينظر إليه، يقتل من ينظر إليه. في البيت العاشر: يا حبذا، يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان. هنا حبذا من فعل من حبة، جبل الريان هي اسم جبل، اسم جبل. هنا حبذا تكون أسلوب مدح. يستحضر هنا الشاعر ذكرياته مع جبل الريان ومع من يسكنوه. وفي البيت الحادي عشر والثاني عشر: وحبذا نفحات، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا، هبت شمالا فذكرى ما ذكرتكم عند الصفات التي شرقية حورانا. هنا نفحات هي نسمات، مفردها نفحة. يمانية أي يقصد هنا الشاعر من جهة اليمين. عند الصفات، الصفات هي الصخرة الملساء. حورانا هنا اسم مكان. هنا يحبذ الشاعر الذكريات مع النسمات الرقيقة التي تأتيه من جهة اليمين. فالشاعر هنا يستذكر محبوبته والأماكن التي جمعتهما معا، وما أحب نسمات عليلة تأتي، قلنا من جهة اليمين ومن جهة جبل الريان الذي تسكنه المحبوبة. وهنا هبت النسمات الذكريات باتجاه الشمال، فتذكر ذكرياته من الصخرة التي كانت شرق حوران، شرق مكان الذي سموه في حوران. هنا العواطف كانت العاطفة من البيت الأول إلى الرابع كانت اللوعة والألم، أما في التاسع والعاشر كانت يصرعن ذا اللب. هنا يا حبذا كانت الحب والإعجاب. وكان البيت الثاني والحادي عشر والثاني عشر يتحدث عن الشوق والحنين. الأفكار الرئيسية هي الحنين والشوق والشكوى والألم على فراق محبوبته والتغزل بالمحبوبة، وذكر الأماكن التي تبعث في نفسه الحنين والذكرى. في الحصة القادمة يا عاشر نوضح الأفكار الرئيسية والعواطف والقواعد اللغوية، واستودعتكم الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.